نحن متظاهرين في محافظة كربلاء باقين في ساحة التحرر لننتصر على ذولا الذين جاءونا من غير دولة ولا نعرف عنهم شيئا وباقين في هذه الساحة حين إزالتهم ونقول لهم شلع قلع وكلهم حرامية. احنا شباب من كربلاء طبعا اليوم علينا الاضراب السلمي وهو التصعيد للمحاصصة اللي صارت بقبة البرلمان. طبعا اليوم علينا الاضراب عن الطعام كشباب من كربلاء وباقي المحافظات، علينا الاضراب التام عن الطعام، ما راح ناكل لا دوام لا طعام ولا دوام حتى تحقيق المطالب الشعب العراقي باستمرار الاضراب بالطعام، مستمرين احنا به لحد تحقيق المطالب. لو نعرف نموت من الجوع ونعرف نموت خليه يوصل صوتنا للعالم كله، خلاص احنا ملينا يجيبونا يساومون بينا. يعني احنا كشباب عراقيين رافضين هاي العمليه السياسيه اللي المحاصصه تصير، جايبين يجيبون السيل وساعه يجيبون لي ما ادري من هو ويجيبون من هنا ويخلون من هنا محاصصات بيناتهم. احنا كشباب كربلاء رافضين هاي العمليه اللي داعي تصير داخل قبه البرلمان، ونشعر بالفراغ الدستوري وعلى البرلمان العراقي اليوم كهو فاقد الشرعيه عليه ان يتخلى عن منصب البرلمان العراقي لانه فاقد الشرعيه من قبل الشعب. Thank you.
يعلن أبناء كربلاء المقدسة تضامنهم مع أبناء الأحرار بغداد وباقي المحافظات بالامتناع عن تناول الطعام، وذلك من أجل المطالبة بالحقوق المشروعة التي كفلها الدستور العراقي لأبناء الشعب العراقي. فبالتالي فليتهالك جسمنا أمام جسم العراق المتهالك المتناهش من الأحزاب والدول الخارجية. فبالتالي من نستطيع أن نضحي بأجسامنا وبصحتنا أمام العراق العظيم. فاليوم أعلننا الإضراب عن الطعام، وسيستمر إضرابنا إلا في حالة تحقيق المطالب. فبالتالي هذه الرسالة نبعثها اليوم من فلكة الأحرار، فلكة التربية، فلكة الشهداء، نبعثها إلى المعنيين بالأمر من أجل فسح المجال لشرفاء العراق بأن يقودوا البلد وأن لا يجعلوا محاصصة فيما بينهم. كذلك أعلننا الإضراب من أجل رفضنا لقصي السهيل الورقة الفاسدة التي طرحوها ليكون رئيس الوزراء المرحلة القادمة. اليوم الشعب العراقي يمتلك طاقات شبابية كفوءة لقيادة البلد. فبالتالي يا متحزبين، يا خارجين عن القانون، يا مدمرين الشعب العراقي، ابتعدوا عن مناصبكم وكراسيكم التي جحفلت العراق بالديون والتي أرجعت العراق إلى ما قبل التاريخ. فبالتالي اليوم العراق يحتوي على الكثير من الخيرات، وبالتالي هؤلاء السلطة الظالمة المجحفلة استطاعت أن تحقق لها مكاسب شخصية ومتناهية عما يدور للشعب العراقي. الشعب العراقي يحتوي على كثير من الخيرات، سلبوها هؤلاء الفاسدون. فنحن إن شاء الله مضربين عن الطعام إلى أن يتم تحقيق مطالبنا، حتى لو أثر هذا بصحتنا. تحياتي لكم ولقناتكم الموقرة التي تنقل حقيقة، فارس الأسدي. Was more action to be here. أولا أعزي عوائل الشهداء وأتمنى للجرحى الشفاء العاجل، وأحيي كل الثائرين الذين يقفون ضد الفساد وفساد الحكومة. الحكومة مشروعهم انتهى، لأن الشعب هو الكلمة الفصل، الشعب هو الذي يأمر ولا يأمر عليه. الشعب عانى معاناة كبيرة من الفساد والفاسدين، وهذه الطغمة السياسية لا يمكن للعراق أن يتحسن وضعه ويتطور نحو الأفضل، لأن نريد إحنا شباب قادرين على حمل المسؤولية وزمام الأمور من أجل عراق مستقل يعيش نحو الأفضل. كل الشباب العاطلين يبحثون عن العمل، أغلبهم الشباب بدون زواج، أكثر العوائل متعففة، لا يملكون قوة يومهم اليومية. هذا ظلم، ولا يمكن للظلم أن يسكت. الشعب يثور يوما بعد يوم، الشباب الثائر لا يمكن أن يرجع إلى منازلهم بدون تلبية المطالب، كما قال الحسين عليه السلام: هيهات منا الذلة. نحن لا نقبل بالذلة. هذه الحكومة والمشاريع هي أصلا مشاريع فاسدة ومهيمنة، ولا يمكن السكوت على فسادهم.
ان الله مع الحق، وهذه الجموع الهادرة والأصوات المدوية ترفض كل مشاريعهم، وأما يأتون برئيس وزراء جديد باختيارهم هذا لا يمكن القبول عليه، لأن الفاسد لا يمكن أن يعود. نحن نريد وجوه مخلصة قادرة على بناء وطن مستقل مزدهر يمتلك كل مقومات العيش الكريم لهذا الوطن. الإمام الحسين خرج من هذه المدينة من هذه لهذه لإنضاج لإتضاح لهذه الناس أن الثورة تبدأ ولن تنتهي. الثورة المفروض تبدأ ولن تنتهي، تبدأ ولن تنتهي بأجيال تخلدها أجيال أجيال. إحنا أعطينا ما يقارب 59 أو 60 ما يقارب شهيد جلالة. الناس تدعم، يعني عندنا هسه أنا واقف خلف الموكب، موكب الدعم اللوجستي السادة الخشرم الموسوي جلالة. هذول الناس يدعمون، وانا اشوف ثلاث ارباع دعم انتصار التظاهره دعم اللوجستي. نحن متظاهرين كربلاء المقدسة نرسل لك رسالة واضحة تؤكد فيها رفض أي رئيس وزراء قادم من الأحزاب ومن الكتل السياسية ومن الطبقة السياسية الزفرة النجسة. ونحن هنا واقفون لأجل النصر، ولا نترك مكاننا إلى يومنا هذا إلا النصر، ولا نرجع إلى بيوتنا إلا يتحقق النصر وطرد جميع الطبقة السياسية الكاذبة.
أفتهمك بس المنصة موجودة اليوم في أربعة أفضل المكان ما أعطاك يا المنصة الأخرى لا الوصال قتل 20 حتي أنا فالة أمك وأرض الله وبينا متحيرين عالفة على الطقة وتعورة عالفة عالفة على الطقة وتعورة في حملوا حمل العشرين فالة الطقة وتعورة شباب قطع عمل مسرحي مسويته مسامي أدي شارك بي ورا النصر قطع عمل مسرحي يسوي مسامي يحب يشارك يكون ورا النصر الله يوفقكم ان شاء الله اللي يحب يشاهد منذ شهرين وان الشعب العراقي قد خرج باكمله الى ساحه التظاهر فاننا انتظرنا من هذه الاحزاب التي اتت على ظهر الدبابه الامريكيه منذ 16 عام وفي مجيئهم تبشرنا بهم خيرا وقالوا لنا نحن اتينا من الدول الاوروبيه وسوف نجعل العراق كما اوروبا التي عشنا بها وعلى العكس خلال 16 عام لم نرى منهم شيء سوى الطائفيه والعنصرية والفئوية والحزبية والميليشيات أقوالهم أصبحت كاذبة لقد جاءونا باسم الدين والدين منهم براء فتحملناهم 16 عام فلم نتحملهم بعد 16 يوم ربما نمهلهم 16 يوم بكل سنة يوم واحد أعطيناهم 16 عام فنقول لهم إن الشعب العراقي قد سأم منكم ومن وجوهكم ومن أحزابكم ومن ميليشياتكم أين الخير التي جلبتموه إلى العراق منذ يومكم الأول كارة أتيتونا باجتثاث البعث وقتلتوا الناس من العلماء الذريين إلى الدكاترة إلى المهندسين إلى الطاقات إلى الفنانين إلى الكتبة ولم تتركوا واحد ولم تتركوا شهادة بالعراق إلا وأن قتلتوها أو شردتموها وتحت عنوان البند السابع ما يسمى بالاجتثاث وغيره فنقول لكم إن العراق قد صمم وقال كلمته أن يقضي عليكم جميعا وأن يزيحكم من مناصبكم أتيتونا بشعارات براقة وشعاراتكم قد انكشفت أتيتونا بالديمقراطية والديمقراطية حقا إن الشعوب جميعها تعيش حياة الديمقراطية والديمقراطية بحد ذاتها هي ملكة وكل الشعوب ترغب الديمقراطية شبابنا يغادر بالبحار وتأكله الحيتان في البحار لكي يصل إلى عالم الديمقراطية في أوروبا لماذا لو كانت عندنا هنا ديمقراطية حقه يراها شابنا أن يغادر ويترك بلده وتأكله الحيتان في البحار لأنه هناك ديمقراطية هناك حياة هناك حقوق للإنسان هناك البشر محترم ولهذا نلاحظ الشاب يغادر من بلده حتى يرى الديمقراطية حتى يرى النور حتى يرى الحياة الحقيقية بحد ذاته النظام الديمقراطي هو ملكة أتيت لنا بملكة وهي جامدة جثة هامدة فقلنا لكم هذه هي جثة هامدة قلتوا لنا لا هذه هي ديمقراطية وهي ملكة ونحن ننتظر لأينا بأن الجثة الهامدة سوف يأتي يوم وهي تتفسخ وبعد 16 عام تفسخت ديمقراطيتكم وانكشفتوا على حقيقتكم فنقول لكم إلى كافة الأحزاب المتبقية الآن بالبرلمان الفراغ الدستوري قد حصل يا سيدي يا برهم صالح وقول كلمتك لا تكون مع الأحزاب لا تكون مع الميليشيات لا تترك الشعب العراقي هذا الشعب العراقي هو الأول والأخير الميليشيات زائلة الأحزاب زائلة والشعب والعراق باقي فسجل باسمك بحروف من تاريخ وقف إلى جانب إخوانك العراقيين المتظاهرين لكي يكتب عنك التاريخ وإذا بقت
الضغوطات عليك مستمرة من هذه الكتلة المفترسة. نرد ونقول هذه الكتلة المفترسة التي دولة ما تدعمها ومنذ 2003 لا تترك شيء بالعراق ولا أن دمرته. فنقول لك يا سيدي إذا ضغطوا عليك أكثر من ذلك فأستقيل وسوف تكون رجل المرحلة. لا تحذو كما حذى عادل عبد المهدي، حذرناه منذ البداية وقلنا له كن مع الشعب لا تكن مع الأحزاب، ولكن هو لم يسمع نصائح الشعب العراقي فخرج من الحكومة الآن وهو مدبرا، وخرج وأيداه ملطخة بدماء العراقيين. لماذا لم يبقى على سمعته وهو من عائلة ووالده كان وزيرا حتى في حكومة الملك؟ لطخ نفسه والآن أصبح شخصا مطلوب لدم العراق ومطلوب إلى محكمة الجنايات الدولية، وعاجلا أم آجلا سوف يساق إلى المحكمة هو ومن معه، لأن الدم العراقي عزيز مو رخيص علينا. سفكتوا الدماء في كل المحافظات، هذه المجازر في الناصرية في كربلاء في النجف، من يتحمل مسؤوليتها؟ عادل عبد المهدي، برهم صالح، الحلبوسي، هادي العامري، المالكي، كلكم سوف تساقون إلى المحكمة لأنكم أجرمتم بحق الشعب العراقي. حتى صدام حسين لم يقوم بمثل هذه الجرائم الجماعية، على 50 واحد بالدجيل قتلتوا قيادة بالكامل، علقتموها ودمرتوا شعب بالكامل. والله العظيم ما قصرت ولا أبد
نفس الحالة اللي مرت فيها الأم، نفس الحالة اللي مرت فيها الأم أنا قدمتها وفاء لشهدائنا، وفاء لشهدائنا. لبيك يا عراق، لبيك يا عراق، لبيك يا عراق، ما على صوتكم، لبيك يا عراق. رسالة يطلقها أبناء كربلاء، ثورة تشرين، تشرين ثورة، ثورة الفقراء. بس الأخيرة ماذا أقرأ بخير؟ يعني مغطيني كلش. أنت الأخير دخير. من العراق. صوت خوف رماو. من خوف بدور رحلك. صوت واحد يسير في حد الصوت. نعم نعم للعراق. نعم نعم للعراق. الآن تنطلق الفقرة من الأخ مصطفى الأخيار بن سلم حمد الكعبي والأخوة، تنطلق على بركة الله بحب العراق. هي ما تنطلق بخير، هي ما تجيب صوت واحد. نعم نعم للعراق. نعم نعم للعراق. نعم نعم للعراق. النصر المعظم، النصر المعظم لجميع العراق. وقولوا للفساد إننا ثابتين، صامدين في ساحات العز والشرف، ساحات الكرامة التي لا زالت. هاي خلي زيد عم يتكلم من العراق يستمع يمكن ما صوت يتوحد الصوت من أجل العراق، يتوحد الصوت من أجل العراق. نعم العراقيون بكل أطيافهم وبكل أشكالهم وبكل ألوانهم يتوحد صوتهم بصوت واحد. نعم نعم للوحدة. صوت خير شنو ما حسين جاي تاخذ حسين. نعم نعم للوحدة. نعم نعم للوحدة. نعم نعم للوحدة. نعم نعم للوحدة. على بركة الله بحب العراق بصوت واحد. نعم نعم للعراق وراح تترك. نعم نعم للعراق. نعم نعم للعراق. بالنسبة للمظاهرات اللي موجودة في محافظة كربلاء، مظاهرات طالعة من يوم 25، هاي المظاهرات طالبة بحقوق مشروعة كما حالها حال باقي المحافظات. الأمر اللي لفت الانتباه من يوم 25 لحد الآن وكأن الحكومة صامتة اتجاه هذا الشيء، مجرد مطلب واحد تحقق هو استقالة رئيس الوزراء. ما نعرف شنو هذا البذخ، شنو هذا التبذير بالوقت، شنو السبب اللي لهالدرجة انه يعني لهالدرجة انه الشهداء، الدم العراقي، المواطن العراقي رخيص. ما اعرف شنو السبب. مظاهراتنا سلمية طبعا، موجودة في فلكة التربية اللي حاليا هي اسمها فلكة الأحرار، حالها حال باقي المحافظات. نعم نعم للحرية. نعم نعم للحرية. وهذه رسالة أخرى إلى سياسيين الصدق أن العراقية حرة. أولا اليوم هناك بعض من يحاول ولا شيخ ولا شخص. إحنا من نطرح ونقول نقول هاي المنصة أقول هذا يقول هذا جندي وهذا يقول هذا عسكري. عزيزي يبقى العراق والساحة هي من تقرر. واليوم كنا عندنا فيسبوك، كنا عندنا مواقع التواصل الاجتماعي وكنا نعرف ونريد إطلاع شخصية على مستوى العراق. كل العراق 100 دقيقة
حق الشعب العراقي ده الدقيقة ينزل مشروع تقول من تفتن على هذا صار لا إلا الموضوع لا يحتاج أن نطرح أصماء في الساحة. أها مع هذا الرأي ومع هذا الطرح بدون مجاملات الرأي زين. عندي سؤال، أنا عندي سؤال، هم صار لهم 15 يوم بس هو صار لهم 15 يوم المدة الدستورية لحسين علي. اليوم احنا في فراغ دستوري، ما يمنع هذا الفراغ قانونيا؟ من يمنع هذا الفراغ؟ أنا عن وجهة نظري قانونيا هو خلي يسمعها ألقاه سيطاني وسمعونا كل رؤساء الأحزاب والكتل. الشعب هو الكتلة الأكبر، الشعب هو الكتلة الأكبر، والفراغ الدستوري نحن من يملأ هذا الفراغ ونحن من يفرض إرادة الشعب. اليوم من يتزمت، من يتزمت بالسلطة ويقف ويقف ضد الشعب العراقي راح أقولها بمليل الدم. إلى مجلس النواب Thank you.
Thank you.